شباب لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب تكتبون كومنت. اليوم راجع لكم جديد. حلو نخلص الأكلة دقيقة. قاعد برد. أوكي شباب إحنا اليوم عندنا أول حلقة من Ultimate Team. فا Ultimate Team أدري إن تأخرت فيه. فلا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. وش هذا متعة؟ يلا يلا بينا على Ultimate Team. أول حلقة من Ultimate Team. أدري كنت متأخر نوعا ما بس السلسلة ما كانت عجبتني فأنا حسيت إني لازم أسويها. شوف 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 حتى هل لديك أنت تعرف تسمع يا رفيق فيفا أول سنتي هل تريد كعكة جيدان دراجوا Battle your rivals on the pitch and in the transfer market. Climb the ranks, earn rewards throughout the season. Then customize your club, show your style and beyond. You don't need to be a scientist here, but player chemistry helps. Get the balance right, then take on the world. Challenge your friends on or offline, then play the best in the world. FIFA Ultimate Team gives you the chance to take football to the next level. So what are you waiting for? Let's see what you've got. حسناً، حان الوقت لتبدأ في بناء أول تشكيلة لك. كمدير فني جديد يكون فريقك مكون غالباً من لاعبين من دولة واحدة. هذا يساعد فريقك على بناء تناغم. اختر الدولة حتى ننطلق. الدولة نوعاً ما هو خيار يا إسبانيا إنجلترا. نوعاً ما بروح إسبانيا. شوف تشكيلتنا. قبلها عندنا باكين. راح يكون تشكيلتنا. دين سواريز راح يكون تشكيلتنا. خلص دينيس خلص والله حلو. دينيس سواريز. حسنا، هذه ليست أقوى تشكيلة لكنها بداية جيدة. سيستفيد هذا النادي من وصولك بالتأكيد. خذ وقتك للتعرف على اللاعبين وعندما تكون مستعدا اضغط تقدم. قال أخذ وقتك. سوي تشكيلة يعني مو التشكيلة هي القوية بس نسوي تشكيلة. والله تشكيلتنا زينة كبداية. أول مهمة لك ستكون التعاقد مع لاعب على سبيل الإعارة وتحسين مركز واحد. اختر أي لاعب لاستبداله باللاعب الجديد المعار. أوكي هذا إيجابي على وصول. هرول شوف شوف حاطين أرده لاعب حاطين له مباريات أكثر. هدي شوي هدي يهو هدي شوي من أكثر واحد سرعة راح أخذ بابيان. بابيان تترجمت خلي جدر شو هاي خيار يا هاي قويين مش حتى بطيء. الخيار ما أدري أحس قوين أحس بنمي فيه. بابيانج أحسن من سريع يهب على. حسناً هذا بالتأكيد سيساعد. اللاعبون المعارون ينضمون إلى ناديك لعدد محدد من المباريات قبل أن يغادروا. نأمل أن يساعدوك على الفوز ببعض المباريات القادمة. أول ستحتاج إلى بعض الأطقم للمباريات القليلة الأولى. اختر من بين هذه الآن. يمكنك أن تحصل على مظهر جديد لاحقاً عندما تجد أطقم جديدة في اللعبة. نحط مال موناكو عشان يجيب سعر السوق. الثاني سيتي هذا من اكثر واحد سعر. والله انت حلو تقضي سيتي سيتي ترى واحد يجيب سعر. الجماهير سترغب في تشجيعك لكنك بحاجه لان تمنحهم شاره يصطفون خلفها. اختر واحده من هنا وهي بنا لنستمتع باللعبه. دورتموند. حسنا كان هذا سهلا. الجزء المقبل متوقف عليك. اخرج للملعب وابدأ باللعب واتقن المتاجرة في سوق الانتقالات وابدأ بتكوين Ultimate Team الخاص بك. اوكي نحطك. اذا كنت مستعدا لخوض اولى مبارياتك اختر العب الان وابدأ. اذا كنت تريد نظرة عامة عما يجب فعله لاحقا اختر التعلم والترقية حيث يمكنك اكمال الاهداف من اجل الفوز بمكافآت وترقية. أوكي. تشكيلتك تعلم وترقية
انا بعد طول مش كان ترقية حطيتها متعلم ترقية ماشي بس يصير الابلان لمت نبغة اكس نفو كايا ولا لنمي ونعرف دقيقة هذا إيباي لا نصف كوال ما يشتني من هذا ها شخص سعودي شكل شخص عربي واضح واضح انك عربي هذه تشكيلتنا اذا حسوي تحديات بناء تشكيلة عشان نوفر كوين راح يكون عندنا كوين يلا يا شباب احنا دشينا على تحديات بناء التشكيلة نبي نسوي تحديات او شيء اوكي نعرف نحط فلنبدا يلا اوكي اكس الخطوة الاولى ابدا من الصفر شوف يلا حلو لا مو على طول دقيقة اوكي تقدم دقيقة خشب جودة اللعب بالضبط برونزية اوكي ايزي هذا الشيء اللعبة بتشكيلة واحد بس ارسال خلصنا الاول اجهزة صار مرة اخرى فبس يعني خلصنا اول تحدي من التحدي يعني اول تحدي من التحدي لنا باكيز ما يبسع ما يمشي لعب شكراً اللعب حطيته برونزي هذا اللعب يبني أنا حدوني يعني نفس أوكي والله شكله يب سعر بالتسعمية كذي هاي طالع بكي جيك أوكي أرض سعر ثمانية الله حلو يبي قريب الألف كذي حلو بداية الألف بس نقل كل البيع السريع بس خلينا نكمل التحديات يلا ايش في ليش كذي يطول قاعد يلقيك الخطوه الثانيه اوكي يقول لك تناغم الفريق حد ادنى 12 عدد لاعب تشكيل 3 التحديات الاولى نوعا ما سهله ما ادري بس حاسها سهله وهو ما ادري بس حاسها سهله زين بس كذي خلصنا التحدي يب ارسال نعم استرد المكافاه ليش ما حطوا ان نقدر نحط نفس الاجمل لاعب خايس ليش ما حطوا ان نقدر نحط ان ما ندش على طول نشوف الباكج نخليهم كلهم بعدين نشوفهم عقب ما نخلص الوقت اللي نبي هذا لاعب بعد هذاك 62 او 52 والعقبة 42 ولما توصل قوة لاعب 2 بس لا مو نسوي شيء نقل كل بيع سريع انا حطيت هذا مساعدة يلا الحين لا يطول بس حلو شكله بنخلص نبدا من الصفر شنو الجنسيات بالضبط 3 تناغم فريق حد ادنى 17 تلعب في التشكيل 4 جيش الاربعة من قدام لو نحط هذا ونحط هذا لا ونحط هذا جنسيات بالضبط 3 خلصنا هذا شلون صعب لا خلاص ابي اطلع بعيب لا بغير خلاص هذا بعطيه بعشرة والله ما اعرف شو اغير بسرعة بخلص
شنو سوي كذي حطه ثانية كذا عطني مبابي يا طول حبيبي حبيبي شنو حتى ما أفرز صعب يعني صعب شلون نسوي الجنسيات ثلاثة والله هذا صعب الجنسيات ثلاثة هنبيع هذا نسوي كذي ما في يبقى خلاص حتى حدي خربطنا فيه ما قدرنا إذا خندش ولا والله صعب تقول تعال الكومنتات شلون أرد شلون أسوي هذا في النبذة ما نقدر ندش عليه بس ما نقدر ندش على التشكيلة اللي نقدر أسويها بس كذي شباب خلنا ندخل شوفوا إذا بديت بداية ولعبت على ديفجن رايفز واللي هو الرايفز وفي الشامبيونز راح يكون بداية غبية لأن توك تشكيلتك توها لما يكون تشكيلتك لاعبين 82 89 ابدأ دش الرايفلز دش في الشامبيون بس الحين راح نبدأ سكواد باتل فدش على المباراة مستوى نحطه محترف يلا شباب ندش على المباراة نرجع لكم نهاية المباراة يا شباب يقول ما يقدر ندش مباراة ان اللاعبين هذيله انه شلون فيهم تعديات بناء تشكيلة فما يصير نقطهم بس خلص لا مني بمكانهم لا في لاعبين يكفون مليون ليه باكر يكفون صح ايوه والله مفروض يكفون لا تقول لي ما يكفون ما عندنا كون وين اللي عندنا لاعبين ليش ما نقدر شيء الأبد والله مفروض في لاعبين شلون نلعب هيا هناك خطأ عن السرعة في سرعة تجاه محاولة مرة أخرى اللي سيرفرات EA سيرفراتهم كلش اوكي شباب عقب ما رجعنا اشوف اللاعبين الموجودين بس الحين شلون نلعب ما عندنا كونز ليش ما يصير لازم نسوي ويت عن الكومنتات حل نحن في الالتيميتين صح ياب هذا الحل صح ياب نحن في الالتيميتين اوكي شباب عدنا من بداية حسنا حان الوقت لتبدأ في بناء أول تشكيلة كمدير فني جديد يكون فريقك مكون غالبا من لاعبين من دولة واحدة هذا يسعد ما شيء خايس يا جي فبس نشوف الباكج ونشوف حلقات اليوم حسنا هذه ليست أقوى تشكيلة لكنها بداية جيدة سيستفيد هذا النادي من وصولك بالتأكيد أول مهمة لك ستكون التعاقد مع لاعب على سبيل الإعارة وتحسين مركز واحد اختر أي لاعب لاستبداله باللاعب الجديد المعار والله حلو بس نفس طريقة هذا لاعب بالتشكيلة حسنا هذا بالتأكيد سيساعد اللاعبون المعارون ينضمون الى ناديك لعدد محدد من المباريات قبل ان يغادروا نامل ان يساعدوك على الفوز ببعض المباريات القادمه